مساحة العمل Work Space مقدمة. تمثل مساحة العمل Work Space جلسة عمل لأحد المستخدمين، وينشئها جيت إنجين مباشرة بمجرد فتح أي قاعدة بيانات، ولكن يمكنك تعريفها بأحد الأسماء حتى يتسنى لك السيطرة الكاملة على جميع عمليات قاعدة البيانات، تجنبا لحدوث أخطاء وحفاظا على سلامة البيانات. ومساحة العمل هي تعريف مؤقت لجلسة العمل، وتنتهي بنهاية الجلسة وتمحى من الذاكرة، ولا يمكنك حفظها على وحدات التخزين. وتحتوي أي ورك سبيس على ثلاثة تجمعات كولكشنز وخاصيتين تو بروبارتس وتسعة طرق، ويمكنك بالطبع التعامل مع كل تلك الخصائص والتجمعات والطرق عن طريق تعريف عنصر من نوع ورك سبيس. تجمعات مساحة العمل. يحتوي عنصر مساحة العمل ورك سبيس أوبجكت على ثلاث تجمعات، وهي تجمع قواعد البيانات Database Collection، والذي يضم جميع قواعد البيانات المفتوحة داخل مساحة العمل الحالية، وهذا هو التجمع الافتراضي. أما التجمع الثاني فهو تجمع مجموعات المستخدمين Groups Collection، والذي يضم جميع مجموعات المستخدمين التي تم تعريفها وإعطائها حق الوصول لمساحة العمل الحالية. والتجمع الثالث هو تجمع المستخدمين Users Collection، والذي يضم جميع المستخدمين الذين تم تعريفهم وإعطائهم حق الوصول لمساحة العمل الحالية. صديقي العزيز، ومن الجدير بالذكر أن عملية الحفاظ على أمن وسلامة قواعد البيانات وإعلان المستخدمين ومجموعات المستخدمين وإعطاء كل منهم حقوقهم التي تناسبهم هي من الموضوعات الهامة جدا التي لا بد أن تأخذها في الاعتبار عند التعامل مع قواعد البيانات من خلال شبكة كمبيوتر. خصائص مساحة العمل. لعنصر مساحة العمل ثلاث خصائص هامة، وهي خاصية اسم مساحة العمل Name، وخاصية اسم المستخدم Username، وخاصية Isolate ODBC Trans، والتي تستخدم في التحكم في عدة ارتباطات ODBC خلال جلسة العمل في قواعد البيانات. طرق مساحة العمل. لعنصر مساحة العمل تسعة طرق يمكن التحكم عن طريقها في عنصر مساحة العمل، وتنتمي هذه الطرق لأربعة مجموعات. أول مجموعة طرق تتعامل مع عمليات البيانات Database Transaction، وهي طريقة Begin Trans، Commit Trans و Rollback. وثاني مجموعة تتعامل مع أمن البيانات Create User and Create Group. وثالث مجموعة تتعامل مع قواعد البيانات Database and Open Close and Create. قاعدة البيانات Database Object مقدمة. يمثل عنصر قاعدة البيانات في التطبيقات ملف قاعدة البيانات الموجود على وحدة التخزين، وعن طريقه نستطيع الوصول لمكونات قاعدة البيانات من جداول وعلاقات واستعلامات، ويستخدم لإجراء كافة العمليات التي تخص قاعدة البيانات تلك. وعنصر قاعدة البيانات هو أحد عناصر تجمع قواعد البيانات Database Collection، والذي يتفرع من مساحة العمل الحالية Workspace Object، ويتم إنشاؤه باستخدام طريقة Open Database أو Create Database، ويظل موجودا في الذاكرة حتى يتم إغلاقه باستخدام طريقة كلوز.
تجمعات قاعدة البيانات. يحتوي عنصر قاعدة البيانات على 5 تجمعات، وهي التجمع الافتراضي وهو الجداول Table Definitions، ويمثل كل جداول قاعدة البيانات المخزنة ضمن ملف قاعدة البيانات. أما التجمع الثاني فهو Query Definitions، ويضم كل الاستعلامات المخزنة ضمن ملف قاعدة البيانات. والتجمع الثالث هو Relations، ويضم كل العلاقات المخزنة ضمن ملف قاعدة البيانات. التجمع الرابع هو Record Sets، ويمثل كل مجموعة البيانات التي يتم فتحها أثناء تشغيل البرنامج. ومجموعات البيانات هي عبارة عن جداول وهمية يتم تكوينها أثناء تشغيل البرنامج، وليس لها وجود حقيقي، أي ليست مخزنة ضمن ملف قاعدة البيانات. والتجمع الخامس والأخير هو Containers، ويحتوي على الثلاث التجمعات الأولى والتي يضمها صفة واحدة، إنها مخزنة ضمن ملف قاعدة البيانات، أي أن لها وجود حقيقي وليس مؤقت، ويتيح لنا هذا التجمع الوصول لكل الأجزاء التي تتكون منها قاعدة البيانات فعليا دفعة واحدة. خصائص قاعدة البيانات. يحتوي عنصر قاعدة البيانات على الخصائص التالية: خاصية الاسم نيم، تحدد اسم ملف قاعدة البيانات. خاصية Connect، تحدد نوع قاعدة البيانات. خاصية Transactions، تعطي لنا اختياران نعم ولا. إذا اخترنا نعم تعني أننا يمكن أن نتحكم في قواعد البيانات Database Transactions باستخدام الطرق Begin Trans، Commit Trans، Rollback، والتي ستتعلم استخدامها فيما بعد. خاصية Updatable، والتي تحدد هل قاعدة البيانات قابلة للتعديل أم أنها للقراءة فقط Read Only. خاصية Collecting Order، تحدد القيمة التي سيتم ترتيب السجلات على أساسها. خاصية Query Timeout، تحدد بالثانية الوقت الذي ينتظره Jet Engine قبل أن يظهر خطأ لعدم استجابة من أحد الاستعلامات. خاصية Version، تحدد رقم إصدار Jet Engine الذي أنشئت به قاعدة البيانات تلك. خاصية Records Affected، تحدد عدد السجلات التي تأثرت بآخر عمل يمس قاعدة البيانات. خاصية Replica ID، تحدد رقم النسخة الذي يميز تلك النسخة من قاعدة البيانات عن أي نسخة أخرى مطابقة لها. خاصية ريبليكا ماستر، يحدد هل هذه هي النسخة الأصلية من قاعدة البيانات أم أنها نسخة منسوخة من الأصلية. خاصية كونكشن، تستخدم لربط البرنامج بقاعدة بيانات بواسطة ODBC Open Database Connectivity. طرق قاعدة البيانات. يحتوي عنصر قاعدة البيانات على الطرق الآتية: Open Record Set، تستخدم لإنشاء مجموعة بيانات. Close، تستخدم لإغلاق قاعدة بيانات. Create Table Definition، تستخدم لإنشاء جدول جديد في قاعدة البيانات. Create Query Definition، تستخدم لإنشاء استعلام جديد في قاعدة البيانات. Create Relation، تستخدم لإنشاء علاقة جديدة. Execute، تستخدم لتنفيذ أحد الاستعلامات. Create Property، تستخدم لإنشاء خاصية لقاعدة البيانات تخزن فيها أي معلومة تريدها لكي تصبح جزءا من قاعدة البيانات. وكذلك هناك مجموعة أخرى من الطرق Methods في عنصر قاعدة البيانات Database Objects. عنصر جدول البيانات Table Definition Object. يحتوي عنصر Table Def، وهو اختصار Table Definition، على جميع المعلومات التي تخص جدول البيانات، ويمكن عن طريق هذا العنصر إنشاء جدول جديد أو تعديل بعض خصائصه. أما إذا أردنا الوصول إلى سجلات البيانات، سيكون علينا التعامل مع نوع آخر من العناصر، وهو عنصر مجموعة البيانات Record Set. ويحتوي عنصر Table Def
على ثلاثة تجمعات collections، وهي تجمع الحقول Philby's Collections، ويحتوي على جميع المعلومات التي تخص الحقول المرتبطة بهذا الجدول. والثاني الفهارس Indexes Collection، ويحتوي على جميع المعلومات التي تخص الفهارس المرتبطة بهذا الجدول. أما الثالث فهو الخصائص Properties Collection، ويحتوي على الخصائص التي تتضمن كافة المعلومات التي تخص هذا الجدول. ومن خصائصه Record Count، والتي تستخدم للدلالة على رقم السجل الحالي في الجدول، وكذلك خاصية Updatable التي تحدد هل هو قابل للتعديل أم للقراءة فقط. وكذلك هناك مجموعة أخرى من الخصائص Properties لسنا بصدد الحديث عنها الآن. ويحتوي عنصر جدول البيانات Table Diff على خمس طرق Methods، وهي Open Record Set وتستخدم لإنشاء مجموعة بيانات، Refresh Link وتقوم بتحديث أي رابطة بجدول بيانات من قاعدة بيانات أخرى، Create Property وتستخدم لإنشاء خاصية خاصة بك تخزن بها أي معلومة ترتبط بالجدول ويتم تخزينها كجزء من قاعدة البيانات، Create Index تستخدم لإضافة فهرس ليرتب بيانات هذا الجدول، Create Field وتستخدم لإضافة حقل ينضم ضمن حقول هذا الجدول. عنصر الحقل Field Data Object، يمثل عنصر الحقل Field Data Object أحد حقول الجدول، ويحتوي على تجمع واحد وهو الخصائص Property Collection، كما يحتوي على 17 خاصية يمكن باستخدامها التحكم في جميع مواصفات الحقل، وكذلك يحتوي على 4 طرق Methods، منها Create Property والتي تتيح لنا إضافة خاصية للحقل لتتيح لنا إضافة معلومة تهمنا بخصوص هذا الحقل غير الخصائص الطبيعية للحقل. عنصر الفهرس Index Data Object، يستخدم عنصر الفهرس Index Data Object للإشارة لأحد الفهارس المرتبطة بالجدول الحالي Table Diff، ويمكن إنشاء عنصر الفهرس باستخدام طريقة Create Index لعنصر Table Diff، كما يمكن عن طريق عنصر الفهرس التحكم في جميع مواصفات الفهرس أثناء تشغيل البرنامج. فهناك مثلا خاصية Required وخاصية Primary وغير ذلك من خصائص الفهارس التي سنتعرض لها فيما بعد. مع أن الفهرس يرتبط دائما بجدول معين، إلا أنه لا يمكن أن يسمى أكثر من فهرس بنفس الاسم في نفس قاعدة البيانات، أي أن خاصية نيم لكل فهرس في قاعدة البيانات لا بد أن تكون مختلفة عن غيره من الفهارس في نفس قاعدة البيانات. عنصر الاستعلام Query Diff Object، يحتوي عنصر Query Diff وهو اختصار Query Definition Object على جميع المعلومات التي تخص استعلاما بلغة SQL. ومن الجدير بالذكر أن حفظ الاستعلام داخل قاعدة البيانات أفضل من كتابته وتنفيذه مباشرة، ليس فقط لحفظ محتوياته وعدم الحاجة لكتابته مرة أخرى، ولكن لأن تنفيذه يكون أسرع من تنفيذ أوامر SQL مباشرة. ويتم إنشاء عنصر Query Diff باستخدام طريقة Create Query Diff لعنصر قاعدة بيانات Database Object، وعن طريق خصائص العنصر يمكن التحكم في جميع مواصفاته. أما عن طرقه فهناك طريقة Execute والتي تستخدم لتنفيذ جمل الاستعلامات التي تحتوي على عمليات إضافة أو حذف للسجلات أو الفهارس أو الجداول. أما طريقة Open Record Set فتستخدم لتنفيذ أحد الجمل التي تقوم بتكوين مجموعات بيانات Record Set والتي يقوم بها الأمر Select. وكذلك هناك طريقة Create Property وطريقة Close وطريقة Cancel. عنصر ODBC Open Database Connectivity،
يمكن إنشاء عنصر ODBC عن طريق إنشاء مساحة عمل Workspace وتحديد نوعها ODBC، ثم استخدام طريقة Open Connection لإتمام عملية الاتصال بقاعدة البيانات عن طريق الربط ODBC. التعامل مع قواعد البيانات من خلال الكود. 1- استخدام الكود. صديقي العزيز، السؤال الآن هو لماذا نستخدم عناصر الوصول للبيانات Data Access Objects لإنشاء برنامج قواعد البيانات بالكود ولا نستخدم أداة البيانات المعتادة؟ والإجابة هي أن أداة البيانات Data Control تقوم بمعظم وظائف البيانات داخليا، ولا نعرف نحن شيئا عما يحدث سوى أن ننقر زرا فننتقل بواسطة أداة البيانات لسجل آخر، وتقوم هي بحفظ البيانات، وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نتحكم في كل العمليات التي تحدث مع البيانات. أما إذا أردنا أن تتم كل كبيرة وصغيرة في البرنامج بمعرفتنا، فمن الأفضل أن ننشئ عناصر الوصول للبيانات Data Access Objects، ونؤدي نحن جميع البيانات بمعرفتنا، ونتأكد من أن كل خطوة تتم بالشكل الذي يرضينا بالكامل قبل أن نتمها، وسوف نقوم معا بكل الخطوات ونعرف كيف نقوم بها، وسوف نغطي كل المعلومات التي يمكن أن تؤديها أداة البيانات، ثم نتخطاها لأعمال أخرى مثل الإضافة والحذف وغير ذلك. إضافة مرجع لمكتبة عناصر الوصول للبيانات. حتى يكون بإمكاننا تعريف أي عنصر من عناصر الوصول للبيانات Data Access Objects، سيكون علينا إضافة مرجع لمشروعنا الحالي عن طريق قائمة Project، الأمر Preferences، والذي يفتح مربع حوار به مجموعة من مكتبات الكود المساعدة التي نستطيع إدراج أي منها ضمن مشروعنا الحالي، ونختار هنا Microsoft Data Access Object Library، ويمكننا اختيار أحد الإصدارات الأخرى غير الإصدار 3.5، ولكن الأفضل اختيار آخر نسخة حتى نتمتع بالمزايا التي أضيفت إليها. والآن صديقي العزيز، ننقر زر OK لنعود لمشروعنا، ويمكننا الآن تعريف أي عنصر من عناصر الوصول للبيانات تماما كما نقوم بتعريف العناصر القياسية في Visual Basic مثل Form أو Control، وذلك لأننا أضفنا مرجعا لمكتبة Data Access Objects، وهي عبارة عن كود يقوم بتعريف Visual Basic بعناصر الوصول للبيانات، بحيث يمكننا بعد ذلك إنشاء عنصر نوعه أحد هذه الأنواع التي ستصبح معروفة لدى Visual Basic بعد إضافة مرجع للمكتبة التي تعرفها. فتح قاعدة البيانات. لإنشاء برنامج يتعامل مع قواعد البيانات من خلال الكود، لابد من أن ننشئ عنصرين على الأقل بأنفسنا من عناصر الوصول للبيانات Data Access Objects والتي تحدثنا عنها من قبل، والعنصرين اللذان لا غنى لنا عنهما في أي برنامج يتعامل مع قواعد البيانات من خلال الكود هما عنصر قاعدة بيانات Database Object، والعنصر الآخر عنصر مجموعة بيانات Record Set Object. ويتم إنشاء أي عنصر في خطوتين، الأولى هي إعلان اسم متغير يتم عن طريقه الوصول للعنصر، وهنا مثلا المتغير DB1 هو الذي سيستخدم للوصول لقاعدة البيانات، ولذلك تم تعريفه كمتغير من نوع Database. وكذلك هناك RS1 وهو الذي يشير لمجموعة البيانات، ولذلك تم تعريفه كمتغير من نوع Record Set. لاحظ صديقي العزيز أن إعلان المتغيرات تم في الجزء العام من المشروع لكي يتم الاطلاع عليه من أي مكان في المشروع. نأتي للخطوة الثانية لإنشاء العنصر، وهي تعريف قاعدة البيانات المطلوبة للمتغير الذي أنشأناه من نوع قاعدة بيانات، وتعريف مجموعة البيانات المطلوبة
للمتغير الذي أنشأناه من نوع مجموعة بيانات، وفي الحالتين نستخدم جملة set والتي تقوم بتسجيل قيمة معينة في متغير يمثل object. في الحالة الأولى حالة قاعدة البيانات نستخدم طريقة open database وهي إحدى طرق جيت إنجن أو عنصر Workspace، وذلك لفتح قاعدة البيانات الموجودة في المسار المشار إليه. وتستخدم جملة set لتسجيل قاعدة البيانات تلك بعد فتحها في المتغير db1 الذي أنشأناه في الخطوة الأولى، وذلك حتى يتم التعامل مع قاعدة البيانات من خلال ذلك المتغير مستقبلا كما سترى فيما بعد. وفي حالة مجموعة البيانات نستخدم طريقة open record set وهي إحدى طرق عنصر قاعدة البيانات db1 الذي أنشأناه منذ قليل، وبالطبع يكتب db1 قبل open record set حتى يعرف Visual Basic أن المجموعة التي ستعرف تابعة لقاعدة البيانات المعرفة في المتغير المذكور. صديقي العزيز، ولفتح مجموعة بيانات تم تزويد طريقة open record set بمعلومتين، هما اسم جدول البيانات الذي سيتم تكوين مجموعة البيانات منه وهو في حالتنا titles، وكذلك مجموعة البيانات المطلوب فتحها إما dataset أو table أو snapshot. وقد اخترنا هنا table وعبرنا عنه ب db open table وهي إحدى كلمات Visual Basic الدالة VB keywords والتي يقوم Visual Basic بتعريفها تلقائيا في البرامج. لاحظ أننا لم نكتب مسار قاعدة البيانات كاملا ولكن استغنينا عنه بكلمة app.pass وهي إحدى كلمات Visual Basic الدالة والتي تدل على مسار التطبيق Application Pass الذي تم بدء تشغيل البرنامج منه، وبالتالي سوف يبحث Visual Basic عن قاعدة البيانات في المسار الذي بدأ تنفيذ البرنامج منه، وذلك بالطبع أفضل من كتابة مسار محدد ربما نحتاج بعد ذلك إلى تغييره. عرض البيانات في أدوات الارتباط. عند استخدام أداة البيانات Data Control لا نحمل هم إظهار البيانات في تلك الأدوات بعد أن قمنا بتغيير خاصيتي Data Field و Data Source لكل أداة. أما هنا فيجب علينا عندما ننتقل لكل سجل أن نقوم بعرض بيانات هذا السجل في أدوات الارتباط، ولأن هذا العمل عملا متكررا سوف ينفذ مع كل انتقال في أي سجل في مجموعة البيانات، فقد تم وضع سطور الكود التي تؤدي هذا العمل في إجراء مستقل أسميناه Display Record. وببساطة شديدة يقوم هذا الإجراء بتسجيل قيمة الحقل الأول في أداة النص الأولى وأداة الحقل الثاني في أداة النص الثانية وهكذا. وأول مكان ينبغي علينا أن نستدعي منه هذا الإجراء هو إجراء Form Load الذي ينفذ فور بداية البرنامج وإظهار النافذة، وهو نفسه الذي يقوم بفتح قاعدة البيانات، ويتم استدعاء الإجراء فقط بكتابة اسمه في سطر مستقل. هذا معناه أن يذهب Visual Basic لينفذ هذا الإجراء ثم يعود هنا مرة ثانية. والآن نقوم بتشغيل البرنامج لنرى بأنفسنا كيف قام البرنامج بفتح قاعدة البيانات وتكوين مجموعة البيانات من جدول title وعرض بيانات السجل الأول كما تراها الآن. حفظ البيانات. طالما أننا لا نستخدم أداة البيانات فإنه سيكون علينا أن نقوم بأنفسنا بحفظ التعديلات التي يقوم بها المستخدم، ولذلك سيكون علينا أن نكتب إجراء Save Record والذي يقوم بعكس ما يفعله Display Record حيث يسجل البيانات التي في أدوات الارتباط داخل سجلات البيانات. وقبل أن نقوم بتسجيل البيانات داخل الحقول نختبر خاصية Updatable التي تخبرنا هل قاعدة البيانات قابلة للتحديث أم أنها للقراءة فقط. وعندما نتأكد أنها قابلة للتحديث نستخدم طريقة
Edit والتي تمهد لعملية التعديل في الحقول، ثم نستخدم طريقة Update بعد كتابة البيانات في الحقول، وهي التي تسجل تلك البيانات في قاعدة البيانات. التنقل داخل مجموعة البيانات. تحتوي أداة البيانات على 4 أزرار تساعدك للتنقل داخل مجموعة البيانات. زر ينقلك لأول سجل، وزر الثاني ينقلك لآخر سجل، وثالث ينقلك سجلا للأمام، ورابع ينقلك سجلا للخلف. ولأننا هنا لا نستخدم أداة البيانات، فعلينا الآن كتابة الكود الذي سوف يغنينا عن أزرار التنقل في أداة البيانات. ولذلك أنشأنا تلك الأزرار 4 التي تراها أمامك الآن، وعناوينها هي الأول والتالي والسابق والأخير، وبالطبع يدل عنوان كل منهم على وظيفته. والآن علينا أن نستعرض الكود المحرك لكل منهم. زر الأول ببساطة يقوم باستخدام طريقة Move First التي تنقل مؤشر مجموعة البيانات لأول سجل فيه، ويتم تطبيق ذلك طبعا على مجموعة البيانات المحددة وهي RS1 Record Set، وبعد ذلك هناك سطر منطقي وهو استدعاء الإجراء Display Record لكي يقوم بعرض بيانات السجل الجديد في أدوات الارتباط بدلا من السجل القديم. أما زر الأخير فيستخدم طريقة Move Last التي تنتقل لآخر سجل في مجموعة البيانات RS1، ثم تستدعي أيضا إجراء Display Record. وأما زر التالي فيستخدم طريقة Move Next التي تنتقل سجلا للأمام في مجموعة البيانات RS1، ثم تستدعي أيضا إجراء Display Record. وأما زر السابق فيستخدم طريقة Move Previous التي تنتقل سجلا للخلف في مجموعة بيانات RS1، ثم تستدعي أيضا إجراء Display Record. والآن نقوم بتشغيل البرنامج ليعرض البرنامج الآن السجل الأول في مجموعة البيانات، وعند النقر على زر التالي سيعرض السجل التالي، وبالنقر مرة أخرى على زر التالي يعرض السجل الثالث، وهكذا. أما إذا نقرنا الآن زر السابق فسوف يعود فيعرض السجل الثاني، أما إذا نقرنا الزر الأخير فسوف يعرض مباشرة السجل الأخير، وإذا نقرنا الزر الأول سيعرض لنا السجل الأول فورا. تحديد عدد سجلات مجموعة البيانات. لتوضيح عدد سجلات البيانات نضيف للنموذج Form 1 أداة عنوان Label 1 حتى تعرض عدد سجلات مجموعة البيانات الحالية، وأداة عنوان أخرى لكي يكتب فيها عنوان لهذه الأداة الثانية. ثم نضيف للكود عدة سطور، سطر يعلن عن متغير نوعه انتجر اسمه Total Record، وسطر آخر يضع عدد سجلات مجموعة البيانات في المتغير المشار إليه، وذلك باستخدام خاصية Record Count وهي إحدى خصائص عنصر مجموعة البيانات Record Set Object والتي تبين رقم السجل الحالي، ويؤخذ منها رقم السجل الحالي بعد الانتقال لآخر سجل باستخدام طريقة Move Last، وبالتالي يعرض العدد الإجمالي للسجلات التي تحتويها مجموعة البيانات. ثم نعود مرة أخرى باستخدام طريقة Move First لأول سجل، وهذا السطر يضع قيمة المتغير بعد أن أصبح يحمل عدد السجلات في أداة العنوان Label 1. إضافة سجل جديد. نقوم الآن بإنشاء زر أمر Command Button ليقوم بإنشاء سجل جديد عند نقره، وفي الكود المرتبط بهذا الزر نكتب هذا الأمر والذي يستخدم طريقة Add New وهي إحدى طرق البيانات Record Set Object، وبعد استخدام طريقة Add New نضع البيانات داخل الحقول مع ملاحظة أن الحقل رقم 0 وهو معروف السجل غير قابل للكتابة، ويتم ملأه عند إضافة سجل جديد تلقائيا بواسطة Jet Engine. وبعد أن نضع البيانات داخل الحقول نستخدم طريقة Update
لتسجيل البيانات في قاعدة البيانات. والآن نشغل البرنامج ثم نقوم بكتابة البيانات الجديدة داخل الحقول، ثم ننقر زر سجل جديد لإضافة هذه البيانات الجديدة في سجل جديد. حذف أحد السجلات. أما الآن فننشئ زرا آخر يقوم بالعمل العكسي، وهو زر حذف أحد السجلات من مجموعة البيانات. والكود الذي يقوم بحذف السجل يستخدم طريقة أخرى من طرق مجموعة البيانات، وهي delete method، وهي تقوم بمسح السجل الحالي في مجموعة السجلات. ثم نشغل البرنامج ثم ننتقل إلى السجل الذي أضفناه منذ قليل، ثم ننقر زر حذف لحذفه تماما، ونلاحظ أن عدد السجلات قد نقص بمقدار 1. لغة SQL. في هذا الفصل سنتعلم لغة بناء الاستعلامات Structure Query Language أو SQL، وتعتبر لغة SQL من أقوى لغات الاستعلامات في قواعد البيانات. وتنقسم SQL لنوعين رئيسيين، هما النوع الأول LDM Data Language Manipulation أو لغة معالجة البيانات، وتستخدم لعمل اختيار أو ترتيب أو تحديد وإجراء عمليات على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات. أما النوع الثاني وهو DDL، وهو اختصار لـ Data Definition Language أي لغة تعريف البيانات، وتستخدم لتعريف بيانات الجداول والفهارس وعلاقات قواعد البيانات Relationships. ولغة SQL طورت عام 1970 بواسطة شركة IBM لتمد مستخدمي الحاسب الآلي بطريقة قياسية عامة للتعامل مع قواعد البيانات من حيث الاختيار والاستعلام عن البيانات. لذلك فإنها تستخدم في معظم لغات البرمجة للاستعلام عن المعلومات وتحديثها في قواعد البيانات. وفي نهاية هذا الفصل ستكون صديقي العزيز قادرا على استخدام لغة SQL لبناء الجمل الاستعلامية من خلال Visual Basic وكذلك خارجها، حيث أن لغة SQL تعمل مع أغلب نظم قواعد البيانات العلاقية مثل SQL Server و Oracle وغيرها. فهيا بنا صديقي العزيز نستعرض سويا هذا الفصل. جملة Select From تمكنك من اختيار سجلات من جدول أو أكثر في قاعدة البيانات، وناتج جملة الاستعلامات يظهر في صورة جدول يصبح أحد مكونات قاعدة بياناته. ولجملة Select From ثلاثة أشكال نستعرضها معا، واحدة تلو الأخرى من الأسهل إلى الأصعب، وهي الاستعلام عن حقل واحد في جدول، الاستعلام عن جميع حقول الجدول، الاستعلام عن عدد من حقول الجدول. الاستعلام عن حقل واحد في جدول. إليك الآن صديقي العزيز الشكل الأول من أشكال جملة Select From، والصيغة العامة لهذه الجملة هي Select ثم اسم الحقل ثم From ثم اسم الجدول. وتطبيقا على ذلك في مثالنا الحالي نجد جدول Authors والذي يوجد به مجموعة من الحقول، ونحن نريد الاستعلام عن أحد هذه الحقول وليكن حقل Author ID. نبدأ بكتابة الاستعلام في نافذة SQL Statement، ويأخذ هذا الشكل Select ثم اسم الحقل Author ID ثم From ثم اسم الجدول Authors. وبتنفيذ الاستعلام بالضغط على مفتاح الإدخال أو اختيار زر Execute يظهر في جدول به جميع سجلات الجدول Authors. ولكن هذا الجدول الذي يمثل الاستعلام يتكون من عمود واحد يمثل الحقل الذي حددناه، وهو حقل Author ID.
الاستعلام عن جميع الحقول في جدول. للاستعلام عن جميع الحقول في جدول نستخدم نفس صيغة الجملة السابقة، ولكن عند تحديد اسم الحقل نستخدم علامة أسترسك لتعبر عن جميع الحقول، ويأخذ الشكل النهائي لها select asterisk from اسم الجدول. وفي مثالنا إذا أردنا أن نستعلم عن جميع الحقول الموجودة في جدول authors نستخدم الصيغة select asterisk from authors، فيظهر جدول به جميع حقول الجدول authors. الاستعلام عن عدد من الحقول في جدول. للاستعلام عن عدد من الحقول في جدول نحدد أسماء هذه الحقول بالترتيب المراد أن تظهر به حتى ولو كان مخالفا لترتيبها في الجدول الأصلي، ونفصل بين أسماء الحقول بفاصلة، وتأخذ الصيغة العامة لهذه الجملة الشكل التالي: كلمة select ثم اسم الحقل الأول وفاصلة والحقل الثاني وفاصلة والحقل الثالث وفاصلة وهكذا. استخدام أمر تركيب الاستعلام order by. من الممكن أن نضيف لجملة الاستعلام التي تحتوي على أكثر من حقل أمرا يحدد الحقل الذي يتم تركيب عرض البيانات المستعلم عنها باستخدامه تصاعديا أو تنازليا حسب ما نريد، ويتم ذلك باستخدام أمر إضافي وهو order by في آخر جملة الاستعلامات. بعدها نحدد اسم الحقل المراد تركيب عرض سجلات الاستعلام على أساسه، على أن يكون هذا الحقل المحدد هو أحد الحقول المستعلم عنها. ثم نحدد نوع الترتيب، هل هو تصاعدي باستخدام عبارة ASC اختصارا ل Ascending أي تصاعدي، أم تنازليا باستخدام عبارة DESC اختصارا Descending. وجدير بالذكر أننا لم نحدد نوع الترتيب هل هو تصاعدي أم تنازلي، فإن لغة SQL سوف تستخدم الترتيب التصاعدي، والصيغة العامة لهذا الأمر ستكون select وبعدها أسماء الحقول ثم from وبعدها اسم الجدول ثم order by وبعدها اسم حقل الترتيب وبعد ذلك عبارة نوع الترتيب ASC أو DESC. وفي مثالنا الحالي إذا أردنا الاستعلام عن جميع حقول جدول authors وأردنا أن يكون الترتيب على أساس حقل اسم المؤلف authors على أن يكون الترتيب تصاعديا، ستكون الجملة على النحو التالي: select asterisk from authors order by author ASC. وعند تنفيذ الاستعلام نلاحظ ترتيب السجلات على أساس حقل اسم المؤلف author ترتيبا تصاعديا. والآن صديق العزيز نجرب حذف كلمة ASC من جملة الاستعلام ثم نعاود تنفيذ الجملة، فنلاحظ أنه لم يحدث أي تغيير وأن ترتيب السجلات كان تصاعديا كما هو، مما يدل على أن الوضع الافتراضي لترتيب السجلات هو الترتيب التصاعدي. وإذا أردنا ترتيب السجلات حسب نفس السجل أو سجل آخر تنازليا نستخدم DESC بدلا من ASC. وفي مثالنا هذا سوف نقوم بوضع كلمة DESC في نهاية الجملة، وبتنفيذها تظهر البيانات مرتبة تنازليا. ترتيب البيانات على أساس أكثر من حقل. من الممكن ترتيب البيانات الناتجة عن الاستعلام على أساس أكثر من حقل، وذلك باستخدام ترتيب على أساس حقل معين ثم ترتيب السجلات التي تتشابه في هذا الحقل على أساس حقل آخر، وذلك باستخدام الصيغة select ثم أسماء الحقول ثم from ثم اسم الجدول ثم عبارة order by وبعدها اسم الحقل الأول ونوع الترتيب له ثم فاصلة ثم اسم الحقل الثاني ونوع الترتيب له وهكذا. وأظنك تتساءل الآن أي الحقلين سيتم الترتيب على أساسه، أو كيف سيتم الترتيب على أساس حقلين أو أكثر. والإجابة على تساؤلك هذا هو أن الترتيب يتم على أساس الحقل الأول، وعند تكرار أحد عناصر الحقل الأول في سجلين متتاليين يتم الترتيب في هذين السجلين على أساس الحقل الثاني،
وإذا كنا قد استخدمنا الترتيب على أساس ثلاثة حقول، فإن تكرار الحقلين الأول والثاني يتم الترتيب فيهم على أساس الحقل الثالث وهكذا. وفي مثالنا الحالي، إذا أردنا الترتيب على حقل اسم المؤلف ترتيبا تنازليا ثم على أساس الرقم المسلسل تصاعديا، تكون الجملة select asterisk from authors order by author DESC, author ID ASC. هنا يتم الترتيب على أساس اسم المؤلف ترتيبا تنازليا، وفي حالة تكرار اسم المؤلف يتم ترتيب السجلات على أساس رقم المسلسل تصاعديا. ومن الملاحظات الهامة أن عبارة order by تأتي دائما في نهاية جملة SQL. استخدام عبارة where، كما رأينا من قبل كيف تستخدم جملة select لاختيار حقول دون الأخرى، سنشاهد هنا كيف نستخدم عبارة where لاختيار سجلات دون الأخرى، وذلك بالطبع لنفس الحقول المحددة بواسطة select. وتستخدم كلمة where مع جملة الاستعلامات للتحكم في محتويات النتائج المعدة بواسطتها، وذلك بتحديد شرط معين ينطبق على حقل أو أكثر من حقول الجدول. وهناك استخدامان لعبارة where، حيث تستخدم where لتحديد محتويات النتائج، كما تستخدم للربط بين جدولين أو أكثر في نتيجة واحدة، وسوف نشاهد الاستخدامين فيما يلي بالتفصيل. أولا، استخدام where لتحديد محتويات النتائج. يتم استخدام where مضافة لجملة الاستعلامات لتحديد شرط في السجلات المستعلم عنها، مثلا عندما يتساوى أحد الحقول مع قيمة معينة، وتأخذ الصيغة العامة لجملة الاستعلامات في هذه الحالة هذا الشكل: select وبعدها أسماء الحقول ثم from وبعدها اسم الجدول ثم where وبعدها الشرط المحدد. وفي مثالنا الحالي، إذا أردنا الاستعلام عن عدة حقول من جدول الناشرين publishers، وذلك عندما يتساوى حقل state بالقيمة n، فهنا نكتب هذه الجملة: select name, state from publishers where state equal n. وعند التنفيذ تظهر السجلات التي ينطبق عليها الشرط المحدد فقط. لاحظ صديقي العزيز أن كلمة n وضعت بين فاصلتين مفردتين apostrophe، ويمكن أيضا أن توضع بين فاصلتين مزدوجتين quotation marks. استخدام الشرط مع عبارة where، رأينا في المثال السابق كيف يتم تكوين الشرط ليتبع عبارة where، وعن طريقه يتم تحديد السجلات التي يكونها الاستعلام. وأمامنا الآن نموذج لشرط آخر، وهو هنا يقوم بتجميع السجلات التي يكون فيها الحقل publisher ID أكبر من 5. ويتضح من النموذجين أن الشرط يتكون من 3 أجزاء: الجزء الأول هو اسم حقل، والجزء الثاني هو عامل منطقي يساوي أو لا يساوي أو أكبر من أو أصغر من أو أكبر من ويساوي أصغر من ويساوي. أما الجزء الثالث من الشرط فهو قيمة يمكن أن يأخذها الحقل المذكور في الجزء الأول، وبالتالي يكون الشرط عبارة عن علاقة تربط بين حقل البيانات وبين قيمة يمكن أن يأخذها هذا الحقل، ويتم تطبيق هذا الشرط على كل سجل من سجلات البيانات. فإذا كان الشرط ينطبق على الحقل المذكور في هذا السجل، أصبح السجل جزءا من نتيجة الاستعلام، وإلا فلن يصبح. وبتشغيل هذا الاستعلام الذي نراه أمامنا، سوف يقوم بتجميع السجلات التي ينطبق عليها الشرط المذكور، وهو publisher ID أكبر من 5. استخدام المعاملين AND و OR مع WHERE. من الممكن أيضا تحديد القيمة المستخدمة مع WHERE باستخدام شرطين بدلا من شرط واحد، وربطهما بأداة AND أو أداة OR. ومثال ذلك، إذا أردنا الاستعلام عن عدة سجلات ينطبق عليها أكثر من شرط واحد، وفي هذه الحالة نكتب بعد عبارة WHERE الشرط الأول ثم نلحقه بأداة AND أو أداة OR، ثم نكتب الشرط الثاني. وفي هذا المثال الذي نراه أمامنا، نريد الاستعلام عن سجلات من جدول الناشر،
والتي يتساوى فيها الحقل ستيت بالقيمة NC ويتساوى فيها الحقل سيتي بالقيمة نيويورك. وعبرنا عن أداة الربط واه بكلمة أند لأننا نريد السجلات التي ينطبق عليها الشرط الأول والشرط الثاني، فيكتب الأمر كما تراه أمامك: Select name, state, city from publishers where state equal NC and city equal New York. وعند التنفيذ ستظهر السجلات التي يتحقق فيها الشرطان معا. أما إذا استبدلنا AND B OR فسوف تظهر السجلات التي يتحقق فيها الشرط الأول أو الشرط الثاني. استخدام عبارة between AND مع WHERE: إذا أردنا استعراض السجلات التي يأخذ فيها أحد الحقول قيمة مدى محدد، مثلا نريد استعراض السجلات التي يكون فيها حقل Publisher ID من جدول Publishers قيمته تتراوح بين 5 و14، فبدلا من أن نكتب شرطين، الأول Publisher ID أقل من 5 والثاني يكون Publisher ID مرة أخرى أقل من أو يساوي 14، نستخدم العبارة between and بعد عبارة where على النحو التالي: نكتب عبارة where وبعدها اسم الحقل، ثم نكتب between وبعدها نكتب القيمة الابتدائية التي يمكن أن يأخذها الحقل، ثم نكتب كلمة AND وبعدها نكتب القيمة النهائية التي يمكن أن يأخذها الحقل. معنى ذلك أنه إذا كان هناك سجل وقيمة الحقل المذكور بعد WHERE فيه تقع داخل هذا المدى المحدد بين القيمة الابتدائية والقيمة النهائية، سوف تكون قيمة التعبير بالكامل نعم. أما إذا كانت قيمة الحقل أقل من القيمة الابتدائية أو أكبر من القيمة النهائية، سوف لا يدرج هذا السجل داخل نتيجة الاستعلام. والآن نرى معا كيف يتم كتابة الأمر في حالتنا هذه. نكتب Select Publisher ID, Name, State, City from Publishers where Publisher ID between 5 and 14. وبتنفيذ الاستعلام سنرى أن البرنامج قام بعرض السجلات التي يأخذ فيها الحقل Publisher ID قيمة تقع داخل المدى الذي حددناه. استخدام دالة Like مع WHERE: من الممكن أن نستخدم دالة Like مع WHERE وتستخدم لعرض الحقول التي تحتوي على حرف معين أو عدة حروف، وذلك باستخدام علامتين question mark و asterisk، وتستخدم question mark لتحل محل أحد الحروف وتستخدم asterisk لتحل محل عدد غير محدد من الحروف. وتعتبر دالة Like من أهم الدوال المستخدمة مع جملة الاستعلامات، والصيغة العامة لها هي Like، وبعد ذلك نفتح قوس وداخل القوس يكتب داخل علامتي اقتباس الجملة أو العبارة المطلوبة متضمنة asterisk أو علامة استفهام. وفي المثال الذي أمامنا، إذا أردنا استعراض جميع السجلات التي تحتوي على الحرف N داخل حقل state، نكتب الصيغة التالية: Select Publisher ID, Name, State, City from Publisher where state like asterisk in asterisk. وبتنفيذ الجملة تعرض جميع السجلات التي تحتوي على الحرف N داخل حقل state. نفي الشرط مع WHERE: في بعض الحالات يكون الاستعلام بشرط منفي، مثلا المثال السابق كان المطلوب فيه تحديد السجلات التي تحتوي على الحرف N داخل الحقل state، ويمكننا مثلا استعراض السجلات التي فيها الحقل state لا يحتوي على حرف N، فيكتب الاستعلام كالتالي: بعد كلمة WHERE نكتب الحقل state ثم NOT نتبعها بدالة Like كما كتبناها في المرة السابقة، ثم ننفذ الاستعلام لنجد أن SQL يعرض لنا جميع السجلات التي لا تحتوي على الحرف N داخل الحقل state. Select Publisher
ID, name, state, city from publisher where state not like asterisk in asterisk. باستخدام دالة in مع where. قد لا يكون الشرط الذي نستعلم عنه له قيمة مفردة وحيدة في حقل، ولكن له قيمة من عدة قيم محتملة في الحقل. مثلا نريد الاستعلام عن السجلات التي فيها حقل الاسم يحتوي على كلمة Smith أو Sons، فلا يصلح حينذاك استعمال المعاملات المنطقية يساوي أو أكبر من، ولا يجوز استخدام دالة like لأن كل هؤلاء يتعاملون مع قيمة مفردة في الشرط، ولكن دالة in أي في تقوم بمقارنة الحقل بعدة قيم بدلا من قيمة واحدة. مثلا في الاستعلام الذي تراه أمامك نريد إخبار SQL بتجميع السجلات التي يقع فيها داخل حقل N قيمة من أحد القيم المذكورة، فنكتب بعد where الحقل name ثم نتبعه بدالة N، وتكتب بالصيغة التالية: تكتب كلمة N ثم يفتح قوس وتكتب داخله القيم، كل قيمة بين علامتي تنصيص وبين القيمة والأخرى توضع فاصلة، وبتنفيذ الجملة ينتج عنها السجلات التي تحتوي على أحد الاسمين فقط. select publisher ID, name, state, city from publisher where name in miss, tons. استخدام كلمة disconnect مع جملة الاستعلام. عندما نستعلم عن بيانات من جدول ما نلاحظ أنه في بعض الحالات تتكرر قيم بعض السجلات. على سبيل المثال في المثال الذي نراه أمامنا يوجد بعض السجلات لها نفس القيمة في حقل ID، وعند الاستعلام عن هذا الحقل تظهر جميع الحقول المذكورة، ونلاحظ هنا أن إجمالي عدد السجلات هو 10 بالمكرر، وهذه تعتبر مشكلة في حالة رغبتنا في استعراض السجلات بدون تكرار، ونستخدم لذلك كلمة disconnect والتي تعمل على عدم إظهار السجلات المكررة، وتكتب قبل اسم الحقل المراد عدم تكراره كما ترى أمامك: select disconnect ID from students. وبتنفيذ الجملة نلاحظ عدم ظهور السجلات المكررة. استخدام where للربط بين جدولين أو أكثر في استعلام واحد. من الممكن باستخدام where الربط بين جدولين أو أكثر في استعلام واحد، والصيغة المستخدمة لذلك يظهر بها أسماء جميع الجداول وبين كل جدول والآخر فاصلة بعد from، كما يظهر اسم كل جدول يسبق اسم الحقل الذي يشار إليه في select وفي where. ونلاحظ أيضا أن where هنا تقوم بتحديد الحقول التي سيتم بها الربط بين الجداول، وهنا يظهر جدولان في قاعدة البيانات، ويتم الاستعلام عن حقلين موجودين بالجدول على أن تتساوى قيمة حقل معين في الجدول الأول مع قيمة حقل آخر في الجدول الثاني، وهما في الحالتين حقلي publisher ID في جدول titles والآخر في جدول publishers. ونحن نريد هنا أن نستعلم عن حقل name بجدول الناشر publishers، وعن حقل title الموجود بجدول العناوين titles، وذلك عندما تتساوى قيمة الحقل publisher ID في الجدولين. فنكتب الصيغة على النحو التالي: select disconnect titles, publishers dot name from publishers, titles where publishers publisher ID equal titles dot publishers ID. وبتنفيذ الاستعلام يظهر لنا الحقلان من الجدولين المختلفين، وذلك عند تساوي قيمة الحقل publisher ID في الجدولين. لاحظ هنا أننا استخدمنا عبارة disconnect التي شرحناها في الدرس السابق حتى لا يحدث تكرار في سجلات تحتوي نفس حقل publisher ID. استخدام where للربط بين جدولين في قاعدة بيانات واحدة.
في المثال السابق ربطنا مجموعة من الحقول من جدولين في مجموعة واحدة، والآن نستخدم أكثر من جدولين في قاعدة بيانات واحدة، حيث نربط هنا بين حقول من ثلاثة جداول، ويمنى الربط هنا بين الجداول الثلاثة بحقل معين في إحدى هذه الجداول، وهو في مثالنا حقل Publisher ID من جدول Titles، والذي نريده أن تتساوى قيمته مع قيمة حقل Publisher ID من جدول Publishers وحقل Author ID من جدول Authors. وعند ذلك يعرض لنا SQL سجلات الجداول الثلاثة. لذلك كما نرى عندما ننفذ هذه الجملة يسألنا SQL عن قيمة حقل Publisher ID في جدول Titles أولا حتى يعرض السجلات المحددة في الجداول الثلاثة، وعند إدخال قيمة تنفذ الجملة لتعرض لنا الحقول من سجلات قاعدة البيانات الثلاثة في جدول واحد. دوال الاستعلامات الكلية SQL Aggregate Functions. شرحنا من قبل كيف يمكن استخدام جملة SQL وذلك لتجميع سجلات البيانات، والآن نتعلم كيف نستخدم دوال SQL وذلك لإجراء العمليات الحسابية على الحقول والسجلات. وتعرف دوال SQL على أنها Function Aggregate أو دوال كلية، وتستخدم لإجراء العمليات الحسابية السريعة للبيانات الرقمية الموجودة داخل الحقول. وهناك خمس عمليات حسابية يمكن أن تستخدم فيها دوال SQL، وهي دالة المتوسط AVG، وهي اختصار Average، وتعطي القيمة المتوسطة لكل قيم الحقل. دالة العد Count، وتستخدم لتحديد إجمالي عدد السجلات، وتعتبر هذه الدالة الوحيدة التي يمكن أن تستخدم مع حقول غير رقمية. دالة المجموع Sum، وتعطي مجموع قيم الحقل. دالة القيمة العظمى Max، وتعطي أعلى قيمة في الحقل Maximum. دالة القيمة الصغرى Min، وتعطي أصغر قيمة في الحقل Minimum. والصيغة العامة لاستخدام هذه الدوال هي Select وبعدها اسم الدالة، ثم نفتح قوس ونكتب بداخله اسم الحقل المراد إجراء الدالة عليه، ثم نغلق القوس ونكتب From، ثم اسم الجدول، وفي المثال الذي تراه أمامك نجري الخمس دوال على حقل سعر الوحدة Unit Price، ثم ننفذ الاستعلام. وبنفس الطريقة يمكن أن نقوم بحساب عمليات إحصائية، فيمكن أن نستخدم دالة VAR لحساب التباين Variance، ودالة STEV لحساب الانحراف المعياري Standard Deviation. كما أنه من الممكن استخدام كلمة WHERE بنفس الطريقة التي تعلمناها من قبل مع دوال الاستعلامات لتحدد السجلات التي سيتم تنفيذ هذه الدوال عليها. استخدام دوال Visual Basic وجملة الاستعلامات. كما عرفنا من قبل أن Visual Basic يحتوي على عدد من الدوال تستخدم لأداء أغراض كثيرة، ويمكن استخدام تلك الدوال داخل لغة SQL. مثلا الجملة التي نراها أمامنا الآن تستخدم دالة Left، والتي تستخلص جزءا من النص من ناحية اليسار، وتستخدم هنا للاطلاع على أول أربع حروف من حقل اسم المؤلف. وداخل القوس نكتب اسم الحقل الذي سوف يتم استخلاص الحروف منه. أما الرقم أربعة فيعبر عن عدد الحروف المطلوب استخلاصها من يسار هذا النص. Select left dollar sign author for comma author from authors. وبتنفيذ الجملة يتضح أنه تم الاستعلام عن أول أربعة حروف من حقل اسم المؤلف وليس اسم المؤلف بالكامل. ومثالنا التالي يستخدم دالة مشابهة، هي دالة MID، والتي تستخلص جزءا من وسط النص، وتستخدم هنا داخل عبارة WHERE لتحديد شرط حيث تطلب تلك الجملة استعراض السجلات التي فيها حقل نيم الحرف الثاني فيه هو حرف E. وداخل القوس
نكتب اسم الحقل نيم ثم الرقم 2، والذي يدل على بداية الجزء المستخلص، أي بداية من الحرف الثاني، فيتم استخلاص جزء من النص، والرقم 1 يدل على طول الجزء المستخلص، وهو حرف واحد. Select name from publisher where mid dollar sign name comma 2 comma 1 equal A. وبتنفيذ الجملة نلاحظ أنه لا يظهر مع الأسماء إلا الأسماء التي بها حرف A هو الحرف الثاني، ولكن لاحظ أن كل هذه الدوال السابقة من Visual Basic يمكن أن تستخدم داخل جملة الاستعلام مع لغة Visual Basic ومع قواعد بيانات Microsoft Access Jet Engine. وفيما عدا ذلك علينا أن نقوم بحذف تلك الدوال ونستبدلها بأخرى تتناسب مع قاعدة البيانات التي نستخدمها. استخدام معاملات Visual Basic. كما يمكنك أيضا استخدام معاملات Visual Basic في جمل الاستعلامات، فمثلا في الجملة التي نراها أمامنا نستخدم معامل بلس، وذلك لجمع أكثر من حقل وتسميتهم كحقل واحد، حيث يتم جمع حقل city زائد حقل state زائد حقل zip وتسميتهم حقل جديد اسمه address. ويدل على ذلك كلمة as التي رأينا من قبل كيف نستخدمها. select name comma city plus comma state plus double quotation comma plus zip as address from publishers. والآن نقوم بتنفيذ الجملة فيظهر حقل الاسم الذي كتبناه مفردا ويليه حقل address الذي كوناه من مجموعة الحقول المحددة في جملة الاستعلامات، وهي city و state و zip. استخدام top in and top in percent مع جملة SQL. من الممكن استخدام عبارتي top in و top in percent لتحديد عدد السجلات التي تظهر في ناتج جملة الاستعلام. افترض مثلا انك تريد الاطلاع على اغلى 5 كتب في جدول products. هنا من الممكن ان تستخدم top in. لتنفيذ ذلك وتكتب كالتالي كلمة top اولا وبعدها يحل محل حرف in عدد السجلات المطلوب استعراضها، وهنا نكتب 5 لأننا نريد استعراض أغلى 5 كتب. لاحظ أيضا أننا وضعنا حرف أسترسك ليدل على أننا نريد استعراض جميع حقول الجدول، ثم كتبنا اسم الجدول بعد from وهو products، ثم استخدمنا عبارة order by لنقوم بترتيب الكتب حسب الغرض الذي نريد ترتيبها على أساسه. ونحن هنا نريد ترتيب السجلات على أساس حقل السعر unit price، لذلك كتبنا بعد order by حقل unit price، ثم كتبنا كلمة DESC ليدل على أننا نريد استعراض الحقول مرتبة حسب هذا الحقل تنازليا، أي أن السجلات الأعلى في القيمة هي التي سترد أولا. select top 5 asterisks from products order by unit price DESC، ثم نقوم بتنفيذ الجملة ليستعرض لنا SQL أغلى 5 عناصر فقط مرتبة ترتيبا تنازليا حسب حقل unit price. أما عبارة top in percent فهي مشابهة تماما لعبارة top in، ولكنها لابد أن تحتوي على علامة بالمئة بعد العدد المحدد بعد top، وهنا يختلف معنى العبارة، حيث أننا نريد استعراض ليس 5 سجلات ولكن 5% من عدد السجلات. select top 5% asterisks from products order by unit price DESC. وعند تنفيذ الجملة سيستعرض لنا SQL 4 سجلات، حيث أن عدد السجلات الإجمالي عبارة عن 80 سجل. استخدام عبارة as. من الممكن من خلال جملة الاستعلامات أن نغير عنوان الحقل المعروض في الاستعلام، وذلك باستخدام كلمة as، وهنا سيتم تغيير اسم الحقل في نتائج جملة الاستعلامات فقط.
ولن يتم تغييره في الجدول الأصلي، ويتم ذلك بكتابة كلمة as يليها الاسم الجديد للحقل، وذلك بعد كتابة اسم الحقل المستعلم عنه بعد كلمة select. والصيغة العامة لهذا الأمر هي select اسم الحقل الأصلي، as اسم الحقل الجديد، from اسم الجدول. وفي مثالنا إذا أردنا الاستعلام عن الحقل أوسر آي دي وأردنا تغيير اسمه ليصبح آي دي وحقل أوسر ليصبح اسمه أوسر نيم، نكتب هذه الصيغة select أوسر آي دي as آي دي كوما أوسرز as أوسر name from أوسرز، ثم ننفذ الجملة لتظهر أسماء الحقول الجديدة، مع العلم أننا لو أعدنا فتح الجدول الأصلي لوجدنا الأسماء الأصلية كما كانت. روابط جملة الاستعلامات SQL Inner Joins تعتبر روابط جملة الاستعلامات من أهم اختيارات SQL. تذكر أنه عند تعلمنا عبارة where قمنا بربط جدولين بواسطتهما، ولكن هناك عيب في استخدام الربط بين الجداول باستخدام where، وهي أن البيانات الناتجة في الاستعلام غير قابلة للتحديث، فماذا لو احتجنا لتعديل بعض البيانات في أكثر من جدول؟ الحل هو استخدام عبارة inner join التي تستخدم للربط بين جدولين على أساس حقل من كل جدول. وعلى سبيل المثال من الممكن أن نربط أمامنا في الجملة المعروضة بين الجدولين publishers و titles على أساس تساوي الحقل publisher id في الجدولين، وتأخذ العبارة الشكل التالي select publishers.name titles.title titles.comments from publishers inner join titles on publishers publisher id equal titles publisher id. وبتنفيذ الجملة تظهر مجموعة الحقول المطلوب ظهورها من الجدولين، ويتم الربط بين الجدولين على أساس تساوي الحقل publisher id في الجدولين. الاستعلام الموحد union query يدمج الاستعلام الموحد الحقول من جدولين متشابهين، حيث يتم كتابة استعلام لكل جدول ثم يربط بين الاستعلامين عبارة union. ففي المثال الذي تراه أمامك select city, country from customers where city like asterisk a asterisk union select city, country from employees where city like asterisk a asterisk. المطلوب استعراض حقل city و country من جدول customers ونفس الحقلين من جدول employees. وعند تنفيذ الاستعلام سيظهر جدول يحتوي على حقلين city فقط لكلا الجدولين و country لكلا الجدولين. وعند القيام بتغيير أي من المعلومات داخل هذا الجدول الذي تراه أمامك سوف يتم تحديث البيانات على أساس هذا التعديل في جدول customers وفي جدول employees في وقت واحد. Active Data Object ADO في أوائل عام 1998 أطلقت شركة مايكروسوفت بروتوكول اتصال البيانات العالمي Universal Data Access، وهو يمثل استراتيجية مايكروسوفت لتوفير الاتصال بكل أنواع البيانات، سواء كانت هذه البيانات مخزنة محليا local أو موزعة في شبكة network. هذا البروتوكول مبني على النظم المفتوحة open standards مثل ODBC و distributed component object model التي ساعدت على انتشاره. وهناك عدد من المكونات التي تمكن من استخدام البروتوكول Universal Data Access، إحداها هو بروتوكول الأشياء البيانية الفعالة Active Data Object ويختصر ADO. والبروتوكول ADO أصبح يحل محل البروتوكول Data Access Object والذي يختصر DAO. والبروتوكول Remote Data Object إنه يمكن استخدامه في كل من برامج البيزك المرئي وفي مواقع الويب المبنية باستخدام صفحات الخادم الفعال
Active Server Pages. هذا الفصل سيوضح نموذج ADO وكيف يختلف عن بروتوكولات اتصال البيانات السابقة، وسوف ترى كيف تأخذ الكود الذي يستخدم البروتوكول ADO أو أدوات التحكم في البيانات Data Controls وتحويلها لتستخدم البروتوكول ADO. وتدعم شركة مايكروسوفت البروتوكول ADO وتخطط لجعله البروتوكول الأساسي لاتصال البيانات Data Access. لذلك فمن المهم تغيير تصميماتك وأكوادك لتدعيم هذا البروتوكول. المدخل إلى ADO و OLEDB. الهدف من البروتوكول Universal Data Access هو أن يسمح لك ببناء تطبيقات مشروعات كبيرة تستطيع التعامل مع أنواع متعددة من البيانات العلاقية Relational وغير العلاقية Non-Relational عبر أي نوع من الشبكات Network. وهناك ثلاث مكونات تتفاعل داخل المنصة Universal Data Access كالتالي:
أدوات تقديم البيانات Data Provider، وهي تجعل نوعا محددا من البيانات متاحا. فمثلا هناك أدوات تقديم متاحة الآن للبروتوكول ODBC ومايكروسوفت SQL Server وIndex Server، وهناك المزيد منها. وفي الطريق إلى هذه الأدوات ستعرف كيف تسترجع البيانات من مصدر بيانات محددة، وكيف نجعلها متاحة خلال هيكل العمل Universal Data Access. أدوات استهلاك البيانات Data Consumers، وهي أنواع مختلفة من البيانات من مصادر بيانات متنوعة. هذه الأدوات هي التطبيقات التي تعمل كعملاء Clients تقليدية، برامج البيزك المرئي، تطبيقات مكتب مايكروسوفت وهكذا، أو كعملاء ويب انترنت اكسبلورر ونتس. ما هي الـ OLEDB والـ ADO؟ الـ OLEDB هو مواجهة برمجية دقيقة المستوى Low Level، مصممة للاتصال بمجموعة متنوعة من مصادر البيانات Data Sources، وهي تستطيع تدعيم كل من مصادر البيانات العلاقية Relational وغير العلاقية Non-Relational، التي تتضمن توجيه الرسائل Messaging ونظام الملفات File System ومصادر البيانات غير العلاقية الأخرى. والـ OLEDB تحدد مجموعة من المواجهات Interfaces من النوع Component Object Model، والتي تختصر COM، وتستخدم في إخفاء تفاصيل التنفيذ Implementation Details المطلوبة لبناء خدمات اتصال البيانات. وبناء المواجهات OLEDB ليست مهمة للمبرمجين المتواضعين، ويجب أن تكون بدرجة كبيرة في تطوير تطبيقات COM. لمجرد محاولة تنفيذ هذه المهمة، لحسن الحظ هناك مواجهات OLEDB موجودة بالفعل، وهناك المزيد في الطريق. والبرامج التي سوف تكتبها لم تستخدم الـ OLEDB مباشرة، كما تستخدم الـ DAO والـ RDO لتتعامل مع طبقة اتصالات قواعد البيانات المفتوحة Open Database Connectivity، والتي تختصر ODBC. فإنك أيضا سوف تستخدم البروتوكول Active Data Object أو ADO للاتصال بطبقة الـ OLEDB. والأشياء البيانية الفعالة ADO توفر مجموعة من الأشياء المبرمجة التي تمثل البيانات التي توفرها أداة تقديم البيانات Provider التي تستخدمها.
ما هي الـ OLED و الـ ADO؟ الـ OLED هو مواجهة برمجية دقيقة المستوى Low Level مصممة للاتصال بمجموعة متنوعة من مصادر البيانات Data Sources، وهي تستطيع تدعيم كل من مصادر البيانات العلاقية Relational وغير العلاقية Non-Relational، التي تتضمن توجيه الرسائل Messaging ونظام الملفات File System ومصادر البيانات غير العلاقية الأخرى. والـ OLEDB تحدد مجموعة من المواجهات Interfaces من النوع Component Object Model، والتي تختصر COM، وتستخدم في إخفاء تفاصيل التنفيذ Implementation Details المطلوبة لبناء خدمات اتصال البيانات. وبناء المواجهات OLEDB ليست مهمة للمبرمجين المتواضعين، ويجب أن تكون بدرجة كبيرة في تطوير تطبيقات. كيفية إنشاء مشروع داتابيز باستخدام ADO؟ لنرى كيف نبدأ بعمل مشروع، يجب علينا أن نفتح نيو بروجكت، ومن مربع الحوار المفتوح نيو بروجكت نختار النوع داتا بروجكت. وداتا بروجكت ليست حالة خاصة من البروجكت، فهي في واقع الأمر عبارة عن ستاندر EXE، ولكن الفارق هو أن برنامج فيجوال بيزك يحمل في بداية المشروع جميع الأدوات التي تستخدم في مشروع الداتابيز. فالداتابيز أبليكيشن تعتمد على شيئين أساسيين، هما واحد أو أكثر من داتابيز إنفيرومنت كومبوننت، اثنان واحد أو أكثر من داتا ريبورت كومبوننت. فالداتا إنفيرومنت تجعلك تصمم الاتصال كونكشن مع الداتابيز والحصول على البيانات المطلوبة Retrieved Records. أما Data Report فيجعلك تصمم التقارير واستخدام الفورمز في المشروع، وهذان المكونان يعتمدان على أدوات Visual Basic ولا يحتاج لأي نوع من البرمجة بالطبع، ويمكنك تصميم التطبيق بدون الحاجة لكتابة أي لغة. الActiveX الخاصة بData Project في صندوق الأدوات ADO Data Control، وهي تقابل داتا كنترول في الإصدار السابق لفيجوال بيزك. اثنان أداة سرد البيانات داتا ليست، وأداة الاختيار داتا كومبو، وهما يناظران صندوق سرد البيانات ليست بوكس وصندوق الاختيار كومبو بوكس في الإصدار السابق لفيجوال بيزك. ثلاثة أداة شبكة البيانات MSH FlexGrid، وهي تناظر شبكة البيانات MS FlexGrid في الإصدار السابق. دعنا الآن نناقش مصممة Data Report and Data Environment لنفهم كيف يعمل هذان المصممان وكيفية تسهيل Database Project. دعنا نأخذ نظرة سريعة عن المتطلبات الأساسية لعمل Database Application. ولكي تستطيع التعامل مع قواعد البيانات من خلال ADO، يجب أن يكون هناك شيئين أساسيين. الشيء الأول وهو connection الاتصال، وهو يتيح لك الاتصال بقاعدة البيانات. الشيء الثاني وهو command الأمر، وهو يتيح لك التنقل بين السجلات وأيضا التعديل في قاعدة البيانات. ويمكن للcommand أن يكون لأحد سببين: الأول هو التعامل مع الجدول داخل قاعدة البيانات مباشرة، الثاني هو التعامل مع قاعدة البيانات من خلال SQL Statement. فلو أنك تستخدم Query SQL Statement، فإن الأمر Command يستقبل الناتج في شيء يسمى Record Set. مثال على التعامل مع Data Environment. واحد من قائمة فايل، اختر New Project. يظهر لك مربع حوار، تختار منه نوع المشروع ألا وهو Data Project. اثنان اضغط على Data Environment 1 من نافذة Project Explorer، وذلك لفتح نافذة Data Environment. فيتكون التطبيق من شيء الاتصال Connection Object وشيء الأمر Command Object. ثلاثة
اضغط بالزر الايمن للماوس Connection 1، ومن خلال الامر Properties يظهر لك نافذة Data Link Property. يمكنك اختيار التيبس لاختيار قاعدة البيانات التي سوف تتعامل معها. 4. في نافذة Provider Tab نختار الوسيط Driver بين التطبيق وقاعدة البيانات. كما نرى فإن معظم قواعد البيانات تستخدم الممر OLEDB، حيث يمكن اختيار مايكروسوفت جيت 3.51 OLEDB، وهذه هي أبسط طريقة لعمل اتصال مع مايكروسوفت داتابيز أكسس. 5. انتقل إلى Connection Tab في نفس النافذة. 6. انقر على زر لاختيار اسم الداتابيز فتختار منها Inwind Database. 7. انقر على زر Test وذلك لاختيار الاتصال بقاعدة البيانات حتى نتأكد من أن الاتصال يتم بطريقة صحيحة. 8. لو أنك تعمل اتصال مع قاعدة بيانات تحتاج إلى Password وName، يوجد لهما مكان يمكن من خلاله كتابة تلك البيانات. 9. انتقل إلى Advanced Tab وذلك لاختيار الطريقة التي يتم من خلالها فتح قاعدة البيانات وإعطاء المستخدمين الأحقيات كل على حدة. فالاختيارات Write و Read Write و Read، وذلك لتحديد ما إذا كان المراد فتح قاعدة البيانات للقراءة فقط أو للقراءة والكتابة أو للكتابة فقط. والاختيارات Share Exclusive و Share Deny Write و Share Deny Read و Share Deny None يحدد كيفية تعامل التطبيقات الأخرى مع قاعدة البيانات أثناء تنفيذ تلك التطبيقات. فشير ديني نون يسمح للتطبيقات الأخرى باستخدام قاعدة البيانات في نفس الوقت الذي يستخدم فيه التطبيق قاعدة البيانات، والأولوية له تكون checked. ولكي نمنع المستخدمين الآخرين من استخدام قاعدة البيانات أثناء تنفيذ التطبيق، يمكن عمل check على اختيار share exclusive. وبطبيعة الحال فأنت لا تريد فتح قاعدة البيانات للجميع وغلق الباب أمام المستخدمين الذين يريدون التعامل مع الداتابيز، فتطبيقك يجب أن يستخدم اللوكينج وذلك لحماية السجلات المطلوبة. 10. من نفس النافذة اختر All Tab وذلك لمشاهدة كل التعديلات التي قد تم عملها في التيب السابق. 11. اضغط على زر OK للعودة إلى نافذة Data Environment، وبذلك نكون قد انتهينا من تحقيق اتصال مع قاعدة البيانات وتأكدنا أنها تعمل بكفاءة. والآن نريد أن نستعرض السجلات من الجدول Customer وذلك على الفورم. لذلك فإن الشيء Comment والذي سوف نخلقه يجب أن يتعامل مع جدول Customer، وذلك من خلال الخطوات التالية. 1. اضغط بالزر الأيمن على Command A، ومن خلال الاختيار ADD Command اضغط عليه فيظهر الشيء Command 1 تحت المجلد Command 1. 2. اضغط بالزر الأيمن على Command 1 ومن خلال الاختيار Property يمكنك فتح مربع حوار Command 1 Property. 3. من خلال General Tab اجعل اسم Command Name باسم Customer والاتصال Connection، اختر Connection 1 وهي الاتصال الذي خلقناه من عدة دقائق. ملاحظة: البيانات التي تطلبها من قاعدة البيانات في الأمر Command يمكن أن تكون من خلال جدول أو منظور View أو دالة محفوظة Sorted Procedure، وفي هذا المثال نحن نستخدم الجدول Customers. 4. في نفس التيب من Database Object Books نختار Table، وفي Object Name فإنك تستطيع اختيار اسم الجدول من قاعدة البيانات. 5. اختر جدول Customers. إذا لم يظهر لك أسماء الجداول اضغط على زر Apply أولا ثم أعد الضغط على Object Name List، سوف يظهر لك جميع أسماء الجداول. 6. اضغط على الزر OK للعودة إلى نافذة Data Environment 1 والتي هي عبارة عن منظمة شجرية. 7. اضغط على علامة زائد الموجودة أمام الشيء Command 1 سيظهر لك أسماء الحقول الموجودة في الجدول Customers. 8.
انتقل إلى Project Form ألا وهي Form 1. 9 من خلال الفورم ونفذ الداتا انفايرومنت على الشاشة، اسحب كوماند 1 واتركه على فورم دراج اند دروب. فنجد ان برنامج فيجوال بيزك سوف يخلق ازواجا من الحقل النصي والمسمى له على هذا النموذج. اما اذا اردت اظهار بعض الحقول فقط على النموذج فورم 1 فعليك باختيار الحقول المطلوبة فقط وتعمل لها دراج اند دروب. 10 انتقل الى الفورم واعد تنظيم تلك الادوات عليها، ثم اضف عليها 4 باتونز وتسمي لهم الليبل كالاتي على الترتيب من اليسار الى اليمين: First, Previous, Next, Last. ونكتب الكود الاتي الذي سوف نتابعه في الدرس القادم: Private sub command 1 click data environment 1.rs customer.move first end sub private sub command 2 click if data environment 1.rs customer.beginning of file then beep else data environment 1.rs customer.move previous if data environment 1.rs customer.beginning of file then data environment 1.rs customer.move first end sub private sub command 3 click if data environment 1.rs customer.end of file then pip else data environment 1.rs customer.move next if data environment 1.rs customer.end of file then data environment 1.rs customer.move last end sub private sub command 4 click data environment 1.rs customer.move last end sub. فنجد في المثال السابق ان data environment تعرض rs customer record set التي تحتوي على السجلات الناتجة عن الامر customer command. وهذا السجل يتم تسميته اوتوماتيكيا حسب اسم الكوماند مع وضع السابق prefixed الا وهي rs وهي اختصار record set. ونجد ان شيء database environment 1.rs customer هي الريكورد سيت والتي تحتوي على كل الخصائص والطرق الموجودة في DAO ريكورد سيت. ونجد أن الشيء Data Environment 1.rs Customer هو الريكورد سيت والذي يحتوي على كل الخصائص والطرق الموجودة في DAO ريكورد سيت. وباستخدام هذه الأزرار الأربعة يمكنك التنقل خلال الجدول أعلى وأسفل أو إلى أول سجل أو آخر سجل. فلقد وجدنا أنه باستخدام أداة التصميم Data Environment مع قليل من الكود استطعنا عمل تصميم لنموذج بسيط يمكننا من خلاله التنقل بين السجلات. وهذا هو مثال سهل كان من الممكن عمله باستخدام أداة البيانات Data Control، ولكن عندما يزيد الموضوع في التعقيد فسوف نجد الفائدة من هذا الأسلوب. فمثلا إذا بنينا أمر كوماند معقدا مكونا من 3 جداول من نفس قاعدة البيانات وبنفس الفورم وذلك دون الحاجة إلى أي شيء من الكود يمكننا عمل ذلك. تصميم أكثر من مستوى في الأمر كوماند هيرارشيز. سوف نصمم الآن مشروع آخر وسوف نسميه Data REV، وسوف نعتمد في بناء هذا المشروع على البناء التصاعدي للأوامر Command. أولا سوف نحصل على جميع أسماء الشركات من جدول Customer، ولكل شركة Customer سوف تدرج الفواتير الصادرة ومجموعها، وبعد ذلك سوف نحصل على التفاصيل الداخلية لكل فاتورة ومجموعها، ثم بعد ذلك نعرض السجلات في شبكة البيانات MSH FlexGree وهو مشابه كثيرا لشبكة البيانات MS FlexGree. ولكن التمييز الوحيد هو موضوع أوامر البناء التصاعدي
Hierarchical Command، وسوف يحتوي العمود الأول على أسماء الشركات والعمود الثاني على رقم الفاتورة المصدرة لكل شركة. أبواقي الأعمدة التي تلي رقم الفاتورة تحتوي على تاريخ الأمر وإجمالي الفاتورة، وسوف نلاحظ أن التفاصيل لبعض العملاء تكون مخفاة في علامة زائد الموجودة أمام كل اسم شركة، تعني أنه يوجد تفاصيل كثيرة يمكن أن يتم معرفتها إذا ضغطنا على هذه العلامة. الخطوات: 1. ابدأ مشروع جديد من قائمة فايل، واختر نوع المشروع Data Project، وقم بتخليق اتصال بقاعدة البيانات Inwind كما كان موضحا بالجزء السابق. 2. ثم نضيف أمر جديد Command 1، ثم نفتح نافذة الخصائص لهذا الأمر، وذلك عن طريق ضغط الزر الأيمن واختيار Borderless. 3. من خلال نافذة الخصائص Command 1 نضع الاتصال Connection، وهي Connection 1، ثم نختار مصدر البيانات، فأسماء الشركات موجودة داخل جدول، إذن فإن Database Project هو Table، واسم الشيء Object Name هو Customer. لكل Customer نريد أن تظهر جميع الفواتير الخاصة به، وهذا يعني أننا يجب أن نصمم أمر آخر Command، وهذا الأمر سوف يكون ابن للأمر الأول Command، فكل مرة يكون الأمر Command 1 محتويا على Customer جديد، والأمر الابن يحتوي على فواتير لهذا الكاستمر. 4. في بيئة البيانات Data Environment، والضغط بالزر الأيمن على الأمر Command 1 ومن خلال الأمر الابن Child Command، فسوف يسمى هذا الأمر الجديد Command 2، حيث أن Command 2 هو ابن لCommand 1، وعلى ذلك يكون اتصال Command 2 ملغيا، لأنه بالطبع يجب أن يكون مثل الاتصال الموجود مع Command 2 وبنفس ال Connection، ولكن الاختلاف يكون أن الأمر الابن Command 2 يحصل على سجلات الفواتير من جدول Order. 5. ومن خلال نافذة الخصائص للأمر Command 2 نختار Database Object وهو Table، والObject Name له هو Order، ويجب أن نحدد فيه الخصائص اسم الأب لهذا الأمر. 6. من نافذة الخصائص للأمر Command 2 ننتقل إلى Relation Table ونختار Command 1 كالاتصال الأب Parent Command، ويجب أن نصف العلاقة بين Order و Customers، ويجب أن يكونوا مشتركين في حقل واحد، فنجد أن Customer ID هو الحقل المشترك بين الجدولين، وهذا هو الشيء المشترك بين الأمرين. 7. اختر Customer ID في خانتي Child Fields Parameter و Parent Fields، ثم اضغط الزر Add فتظهر العلاقة في الصندوق أسفل مكتوب فيها Customer ID to Customer ID. والآن دعنا نرى كيف نضيف أمر آخر يكون ابنا للأمر Command 2. 8. اضغط بالزر الأيمن على Command 2 في نافذة بيئة البيانات واختر Child Command، ثم افتح نافذة الخصائص للأمر الابن الجديد. هذا الأمر الجديد سوف يكون مسؤولا عن إحضار القيمة الإجمالية لكل فاتورة، فالإجماليات غير مخزنة في أي جدول من قاعدة البيانات Inwind، لذلك فإنها تحسب باستخدام جملة SQL، وبدلا من حساب هذه القيمة بتكرارها خلال البرنامج باستخدام جملة SQL، يمكن عمل View يخزن بداخله الإجماليات في Order Subtotals، وهو عبارة عن منظور View يحتوي على جملة SQL، وتنفذ كل إجمالية فاتورة وتعود بالريكورد. نعم، فالمنظور View لا يمكن عمل تعديل له. 9. اختر الView كDatabase Object، ثم اختر Order Subtotals كObject Name. والمهمة القادمة صديقي العزيز هي كيف نضيف علاقة بين Command 3 والأمر الأب Command 2، ويظهر ذلك في الخطوات القادمة.
من خلال relation tab يمكن اختيار command 2 الparent command واختر الحقل order id في تعريف العلاقة كما فعلنا من قبل للربط بين الجدولين. ب انقر على زر add لتحقيق العلاقة. فقد رأينا الآن أننا خلقنا أوامر مبنية على بعض hierarchy of command، والآن يجب أن نحسب الإجمالي لكل فاتورة كما في الخطوات التالية. 1. من خلال نافذة الخصائص للأمر command 2 نختار aggregate tape. 2. نخلق aggregate ونجعل استخدام بيئة البيانات data environment مع أداة الشبكة MSH Flex Grid. كما رأينا من قبل أننا من خلال مصمم بيئة البيانات Data Environment قد ساعدنا للحصول على رابطة Connection وأوامر تسلسلية Hierarchy Command، فإنه يمكننا الآن بأن نضع تلك السجلات التي وردت إلينا من الأوامر السابقة Command في نموذج يسهل التعامل معه. دعنا نبدأ في الخطوات. 1. افتح المشروع السابق الذي قد شرعنا فيه وأضف form وسميها details form، ثم افتح قائمة project ثم خصائص المشروع. اجعل هذه الفورم تكون هي بداية المشروع عند التشغيل، واجعل startup ل details form، واجعل startup ل details form. 2. نفتح نافذة بيئة البيانات ونتأكد من أن جميع النوافذ ظاهرة على الشاشة. شبكة البيانات MSH FlexGrid لا تكون موجودة عند فتح المشروع، فلو أنك فتحت مشروع من نوع Data Project سوف تكون في صندوق الأدوات. أما إذا لم يظهر MSH FlexGrid في صندوق الأدوات، افتح مربع حوار Component ثم أضف Microsoft Hierarchy FlexGrid Control 6 OLEDB، ثم ضع نسخة من هذا المكون داخل الفورم. 3. اختر MSH FlexGrid وافتح نافذة الخصائص له. 4. في خانة خاصية مصدر البيانات Data Source اختر Data Environment 1 من القائمة المنسدلة واختر Command 1 كقيمة للخاصية Data Member. من هنا نجد أن شبكة البيانات المركبة سوف تعرض الريكورد سيت الناتج عن Data Environment 1. 5. اضغط بالزر الأيمن على MSH FlexGrid ومن القائمة اختر Retrieve Structure، ومن خلال النافذة التي سوف تظهر نجد أن جميع الحقول سوف تظهر في هذه الأداة، ويمكننا أن نحدد أي من الحقول نريده وأيهم نريد الاستغناء عنه. 6. من نافذة الخصائص لـ MSH FlexGrid يوجد تاب تسمى Band، ألا وهي عصبة، حيث أن Band هو قطاع يحتوي على مكونات الأمر Command. نجد أن Band الأول وهو الخاص بالأمر Command، والبند الثاني خاص بالأوامر المنسدلة منه. فأول بند وهو بند 0 يكون هو البند المختار كقيمة ابتدائية، والجزء السفلي من النافذة يحتوي على الحقول الموجودة في الأمر Command 1. ونجد أن الحقلين الأخيرين هما Customer Total 3 and Total Order يظهر كأنهم حقول موجودة في الجدول الأصلي. 7. اختر الحقول التي تريد أن تظهر ولتكن Customer ID Total Orders Company Name. 8. اختر Band 2 لعرض الحقول الموجودة في الأمر Command 2. 9. اختر منها الحقول الآتية Order Total Order Date Order ID. 10. اختر Band 3 واختر حقل Subtotal. فلو رجعت إلى شبكة البيانات MSH FlexGrid فإنك سوف ترى أنك يمكنك أن تعمل تقليص وتوسيع من خلال علامة زائد أو ناقص الموجودة أمام اسم الشركة لاستعراض جميع الفواتير داخل كل شركة.
استخدام مصمم التقارير Data Report. من الأشياء الهامة الموجودة في تطبيقات قواعد البيانات وهي الأداة التي تصمم التقارير لعرض البيانات والمجموع وطباعة النتائج، والذي يمثل عبئا كبيرا بالنسبة للمتعاملين مع قواعد البيانات. ونجد أنه في الإصدار Visual Basic 6 أصبح إمكانية التعامل مع الأوامر Command التي قد تحدثنا عنها من قبل بكل سهولة ويسر. فلنتبع الخطوات التالية لتصميم تقرير. 1- افتح المشروع السابق والذي قد انتهينا توا من تصميمه، وبالضغط مرتين على الماوس دبل كليك على Data Report Designer من نافذة مستكشف المشروع، سيظهر على الشاشة الشكل العام للتقرير. 2- لجعل التقرير Data Report متصل بالأمر Command 1 افتح نافذة Data Report. 3- ومن خلال نافذة الخصائص ضع Data Member and Data Source على التوالي، و Command 1 and Data Environment. 4- اضغط بالزر الأيمن على Data Report، ومن خلال القائمة اختر Retrieve Structure. فنجد أن البناء الهرمي للأمر يكون مرسوم على Data Report. فنجد أن التقرير ينقسم إلى جزئين، الريبورت والبيج هيدر. فنجد أنه للأمرين Command 1 و Command 2 يوجد جروب هيدر، كما أنك سوف ترى أن تفاصيل التقرير هي الحقول الموجودة في الأمر Command 3. وبعد آخر جزء في التقرير يوجد الفوتر. فلنتتبع سويا الخطوات التالية لإكمال التقرير. 1- لإزالة المسافة الموجودة بأعلى التقرير، انقر على الخط الرمادي الموجود تحت الريبورت هيدر لكي تعمل له اختيار. 2- حول الفأرة في اتجاه أعلى الخط الرمادي الموجود تحت ريبورت هيدر حتى يتغير شكل الفأرة إلى الشكل الموضح أمامك. 3- انقر على الماوس وحرك هذا الخط الرمادي حتى تسد هذه الفجوة. 4- لعرض رقم الصفحة الحالية في الهيدر، اضغط بالزر الأيمن في منطقة البيج هيدر. 5- من القائمة التي سوف تظهر نختار Insert Control لفتح قائمة أخرى. 6- اختر Current Page Number، وذلك لإظهار رقم الصفحة. فيمكنك التحكم في شكل وفونت رقم الصفحة والمسمى بيج الموجود بجوار الرقم. ونبدأ بعد ذلك بالجروب هيدر التي تناظر Command 1. 1- ضع 2 من الليبلز في أول مساحة لجروب هيدر، واجعل النص الكتابي عليهم كالآتي: Customer Total and Total Order. 2- افتح مصمم بيئة البيانات Data Environment 1، ونعمل عملية سحب وإسقاط للحقول التالية، ألا وهي Customer Total and Total Order من تحت الأمر Command 1، ونضع كل حقل بجوار الليبل الخاص به. بالنسبة لجروب هيدر الثاني والخاص بالأمر Command 2 سوف تحتوي على Order Total and Order ID. وبالمس نافذت هذين الحقلين من تحت Command 2 في بيئة البيانات Data Environment 1، ونعمل لهم عملية سحب وإسقاط داخل هذه الجروب هيدر. ويجب وضع 2 من الليبل في أول مساحة جروب هيدر 2، وتسمى كل منهما على الترتيب Order Total and Order ID. يمكن وضع التفاصيل Details الخاصة بالأمر Command 3 في الجزء المخصص له وهو Details، وإذا أردنا إلغاء هذا الجزء نجعل ارتفاعه Height يساوي 0.